أيعقل أن نعود يا أبا عبد الله؟ أجل، ما دام أهل الكوفة قد نكثوا بعهودهم ففيما سيرنا إليهم وإلى من؟ ولكن يا أبا عبد ال... لم يعد فيها لكن، فوالله ما خرجت بكم إلى الكوفة إلا وأنا أعلم أن أهلها معي. أما وقد جرى ما جرى فما أحب لكم الموت بلا ناصر وأنتم قلة، ولست بالرجل الذي يدخل معركة لم يعد لها العدة. سنعود إلى ديارنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها القوم، إنها معذرة إلى الله تعالى وإليكم، وإني لم آتكم إلا بعد أن وصلتني كتبكم ورسلكم. أن أقدم فليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ما قلتم قد جئتكم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين عدت إلى دياري. والله لم أدري عن هذه الكتب شيئا. انظر بنفسك. والله لسنا من الذين كتبوا إليك، إنما أمرنا ألا نفارقك حتى نأتي بك إلى عبيد الله بن زياد. الموت أدنى إليك من ذلك. سيروا، دعونا نعود إلى ديارنا. ثكلتك أمك. أما والله لو قالها غيرك من العرب لي وهو على هذه الحال لكان لي معه شأن آخر. أما أنت يا حسين فيمنعني عن ذلك أنك حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تريد؟ أريد أن أخذك إلى عبيد الله بن زياد. إذن والله لا أتبعك. والله لا أتركك. قلت لك والله لن أتبعك. اسمع يا أبا عبد الله، والله إني لم أؤمر بقتالك، إنما أمرت أن لا أفارقك حتى آتي بك إلى الكوفة، فإن أبيت خذ طريقا لا تدخلك إليها ولا تعود بك إلى مكة، تكون نصفا بيني وبينك حتى أكتب إلى ابن زياد وتكتب إلى يزيد أو إلى عبيد الله بن زياد، هذا إن أردت أن تكتب. تياسر عن طريق العذيب والقادسية. نعرف الطريق.